طرف الحكومة ومن طرف حتى الناس اللي دابا تيعيشوا في المدينة الداخل تيقول في أن هذوك الناس مهمشين، ولادهم ما صالحينش، ولادهم عايشين بحال الغابة. حنا تنطالبوا وتناشدوا الناس المسؤولين يديروا النحل باش نكريو راه ما عندناش، وتنطالبوا بأي واحد ساكن هنا ولا تعياشي خصو يستافد. راه حيت الإحصاء ديال 2020 أنا تناشد الحكومة والسلطات المحلية باش تعرف بأن الناس جات كورونا، وكاين الناس اللي كانت خارجة مسافرة عندها موت عندها عرس عندها مناسبة وخرجت ليها، يعني ما بين عشية وضحاها أصبح القرار ديال الممنوع اللي في شي مدينة ما يخرجش منها قرار صائب، بأن الناس اللي حصل في شي مدينة يبات فيها مع 12 ديال اللي تخدى هذا القرار هذا، يعني الناس صابت خارجة وملي بقات خارجة جاو الناس قالوا بأن ما كاينش إحصاء، قالوا بأن كاين غير كونترول. ملي قالوا بأن كاين الكونترول يعني الناس اللي جات من مور كورونا ملي طلقت وجاو الناس ودخلوا هنا ولاو تيقولوا لهم اللي ما محصيش ما غيستافدش. حنا تنطلبوا من السلطات المحليه تعاين، كاين مقدم كاين قايد وكاين الشيخ، عارفين الناس ساكنين يديروا معاهم شي حل. حنا تنطلبوا من الناس ومن السلطات المحليه دير خدمتها، وشكرا وعاش الملك وعاش الملك. وحنا السلام عليكم. شوف اخويا حنا قالوا لنا خرجوا تكريو، وحنا ما عندناش باش نكريو، راجلي انا قالت من كورونا ما خدامش ما عندوش باش نخلص الكرا، كي غندير كي غندير بين غندير ثلاثه الدراري وما المدرسه ظلموهم ما عندهمش راه وما والو، من اللي غنمشي نكري باش بغيت نكري ولاد الزنقه هما قال حادين نجيو نرجعوا لكم، فين غنمشي غنمشي نتعاقب واش غندير؟ ما عندي ما ندير، ما عندناش باش نكري وما عندنا، وتنطالبوا منهم يديروا لنا حل، احنا مكرفصين لا ما خويا حنا الساكنه ديال ولاد العياشي